تقسيمه البريك البريكسس خدنا فيه روتس وخدنا فيه ترانكس وخدنا فيه ديفيجنز وبعد كده الكورس، وان الروتس والترانكس موجودين في البوستيريور ترانجل اوف ذا نيك، الديفيجنز ورا الكلافيكل، الكورس والبرانشز موجوده في الاكزيلا. اقربه تمام. فهناخد ايه اول نيرف والانجري بتاعه وفيري كومن ينزل في الامتحان اللي هو ذا اكزيلاري نيرف. الاكزيلاري نيرف الروتس بتاعته من سيرفايكال 5 وسيرفايكال 6 وخارج منين؟ فاكرين الاكزيلاري نيرف كان خارج من انهي حته؟ من البوستيريور كورد، وان اوف ذا تو تيرمينال برانشز اوف ذا بوستيريور كورد اوف ذا بريكال بلكسس. لو عندي اهيت دي الجلينويد كافيتي وادي الابر بوردر اوف ذا سكابولا وادي الهيد اوف ذا هيومرس اهي وادي الشولدر جوينت اهي هنا هوت الفرونت دي السب سكابولار فوسا خارجه منها مين؟ السب سكابولاريس ماسل عشان تعمل انسيرشن في الليسر تيوبروزيتي سب سكابولاريس ماسل. وهنا هوت كانت خارجه التيرس ميجور ماسل رايحه للميديا ليب فاكرينها؟ كانت خارجه من اللور سات لاترال بوردر وراح تمسك في الميديال ليب ولسه في مصل تانية لا ديت جايه من الخلف ذا لونج هيد اوف ترايسبس لسه ما خدناهاش ذا لونج هيد اوف ترايسبس مصل لسه ما دامريك سنسورز بتاعت الارم. هنا هو اصبح في كوادرانجولار سبيس اهو هنا هو لاترال لي اللونج هيد اوف ترايسبس ميديال لي السيرجيكال نيك بتاع الهيومرس لور داون تيرس ميجور ابورد السبسكابلاريس ماسل. ما تقلقوش على فكره من كل ده كله كلام فاضي ما تقلقوش من التفاصيل الكتيره دي لكن اللي يهمني نمره واحد البوستيريور كورد اوف ذا بريكال بلكسس نازل على السب سكابولاريس ماسل هذا البوستيريور كورد اهوت بيدي تو تيرمينال برانشز بتوعه الاكزيلاري نيرف ويجي داخل في الكوادرانجولار سبيس ويلافف حوالين السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس ويدي انتيريور برانش وبوستيريور برانش ده الاكزيلاري نيرف. فاول حاجه في الاكزيلاري نيرف نمبر 1 it is one of the two terminal branches of the brachial plexus الروت فاليو بتاعته من سيرفايكال 5 و6 ماشي على السب سكابولاريس ماسل وبعدين يجي داخل في الكوادرانجولار سبيس او الكوادري لاترال سبيس وبعدين يجي لافف حوالين السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس وبعدين يجي طالع من انتيريور برانش وبوستيريور برانش. هذا النيرف ده هو بيغذي تو ماسلز بيغذي الدلتويد ماسل والتيرس ماينور وانتم ممتازين اهو انتم ممتازين جدا اهو انا مش عارف نفسي التيرس الدلتويد ماسل والتيرس ماينور دلتويد وبعدين بيدي كيوتينيوس برانش تو سبلاي ذا سكين اوفر ذا لور هاف اوف ذا دلتويد بيسموه الابر لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم
يبقى بيدي اتنين مصل وبيدي كيوتينس برانش واحد to supply the sensation of the skin over the lower half. انما السكين over the upper half of the deltoid is supplied by the supraclavicular nerves اللي نازلين قدام الكلافيكل. ده الاكزيلاري نيرف. الانجي بتاعه اهم حاجة. هبص الاقي نازل inferior للشولدر جوينت. والديسلوكيشن بتاع الشولدر جوينت is commonly inferior. فعشان كده inferior dislocation لهذه الجوينت can injure the axillary nerve. ادي اول حاجة inferior dislocation of the shoulder joint. الحاجة التانية ده لافف حوالين السيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس. لو حصل فراكشر اوف ذا سيرجيكال نيك اوف ذا هيومرس اتكسرت السيرجيكال نيك هيتعور الاكزيلري نيرف. وزيك شوف الكيس ا بيشنت مش عارف هاز انفيريور ديسلوكيشن اوف ذا او ديسلوكيشن اوف ذا شولدر جوينت وهو جايب لي على نيرف يبقى الاكزيلري نيرف. بيشنت تروما وفي سيرجيكال فراكشر سيرجيكال نيك سيرجيك او اسمع سيرجيكال نيك فراكشر اعرف ان هو على طول هيقول الاكزيلري نيرف. والسؤال كله والكيس كلها على الاكزيلري نيرف. ماشي معاه ارتري اسمه البوستيريور سيركمفلكس هيومرال ارتري ممكن يتعور معاه بوستيريور سيركمفلكس هيومرال ارتري. لو حصل انجري لهذا النار نمره واحد باراليسيس اوف مين اوف دلتويد ماسل ابص الاقي الدلتويد هي المسؤوله على السموث راوندنس اوف ذا شولدر الاقي فلات شولدر او اسمع فلات شولدر فلات ده هي شولدر افتكر على طول الدلتويد فلات ايه كده بدل ما هو راوندد وسموث كده اهو هيبقى ايه نازل يعني ايه فلات مفيش الراوندز دي بقى فلاتند. ليه؟ لان الماسل مش كونتراكتد ولا فيها تون دي بارالايزد ولا العظم تحتها باين يعني ايه بارز اكروميوم بارز وكله بارز. فلات شولدر افتكر على طول الدلتويد ماسل. نمرة اتنين ابدكشن من 19 الى 90 will be lost. The patient is unable to abduct من 19 الى 20 deltoid 100%. ثانيا loss of the skin sensation over the lower half of the deltoid. ده الاكزيلاري nerve very common exam question. And dislocation is common and fracture is common also بتاع surgical neck. فعشان كده flat shoulder unable to abduct من 19 او من 20 لغايه 90 loss of sensation over the skin over the lower half of the deltoid. This is the axillary nerve. Axillary nerve. واضحه؟ تمام. هندخل في الارم عشان اعرف الانجري بتاع البريكال بلكسس. مش هعرفه الا لو دخلت في الارم. انا عندي الارم اهو ادي الجلينويد كافيتي اهو وادي الابر بوردر اوف ذا سكابلا والنوتش اهوت وادي الايه الميديال بوردر اوف ذا سكابلا وادي اللاترال بوردر اوف ذا سكابلا. وهنا هو الهيد اوف ذا هيومرس اهي وادي الجريتر تيوبروستي اوف ذا هيومرس والليسر تيوبروستي اوف ذا هيومرس واللور اند اوف ذا هيومرس في الميديال ايبيكوندايل وفي الاوليكرون بروسيس الاوليكرون سيرفيس وفي الكابيتولم وادي اللاترال ايبيكوندايل. دي بيسموها زي البقره هي بيسموها تروكليا لانها عامله زي البقره ودي بيسموها الكابيتولم لانها عامله زي الراس كابيتولم
ودي الميديا الإبيكوندايل بتاع اليومرس برومنانت ومحسوسة، واللاترا إبيكوندايل ليس برومنانت. وبعدين دي بتارتكليت مع الألنا، ودي بتارتكليت مع الراديوس، هيد اوف ذا راديوس اهي، والنيك اوف ذا راديوس، والشافت اوف ذا راديوس، وادي الراديوس، ويعملوا لي الالبو جوينت. ان فهمتوا حاجه يبقوا قابلوني. اللي هيفهم حاجه ده يبقى بطل من الابطال، ويعتبر يعني ايه تمام. دي الايه في عندي بالنسبه للارم، في مصل من قدام اللي هي فليكسورز، ومصل من ورا اللي هي الاكسنسورز. الفليكسور ثلاثه، انا هرسمهم من ايه، من الديب للسوبرفيشال عشان ما امسحش السبوره. اول ديب استماصل البراكاليس خارجه من الفرونت اوف ذا لوور هاف اوف ذا هيومرس، واللاترال انتر ماسكولار سيبتا، والميديال انتر ماسكولار سيبتا، ومصل ضخمه ومحترمه، وتجراحها ماسكه في الالنا. هذه المصل اسمها البراكاليس، براكاليس مصل. عارف ليه اللي بتاع ده مش بيعمل ايه كده كويس؟ البراكياليس مصل. هذه البراكياليس مصل طالما عدت قدام الجوينت هتعملها فليكشن، ات فليكسز ذا البو بس. نمرة اتنين، هذه المصل ده هي دبلي انرفيتد، لها اتنين نيرف سبلاي. الجزء ده بياخد من الراديال، والجزء الميديال ده هو بياخد بالماسكولوكوتينيس نيرف، عشان كده تس دبلي انرفيتد، بتاخد من الراديال والماسكولوكوتينيس نيرف. دي البراكياليس. في مصل تانية جاية من ده الكروكويد بروسيس اهو، جاية من التيب اوف ذا كروكويد بروسيس، وراح تمسك في الميدل of the shaft of the humerus. هذه المصل دهيت اسمها كوراكو لانها جايه من الكوراكويد بروسيس، براكياليس لانها رايحه للارم. المصل صغيره وحقيره جدا لكن موجود. تقول لك خد واشرب واسكت، مش عايزين نسمع صوتك خالص. ولا كروكو براكيلس بلا ايه ده؟ ايه كروكو براكيلس وبراكيلس، والبراكيلس دبلي انرفيتد، وده بتعمل فليكشن، والتانيه كمان بتعمل فليكشن، بتعمل فليكشن للشولدر جوينت لانها معديه قدام الشولدر جوينت. كروكو براكيلس. والنيرف سبلاي بتاعها ماسكولوكوتينيس نيرف، كلهم سبلايد باي ذا ماسكولوكوتينيس نيرف. كل الايه؟ الفليكسور كلهم سبلايد بالماسكولوتينيس نيرف ما عدا البراكياليس، بتاخد كمان من الراديال، لكن دي ماسكولو ايه؟ كيوتينيس نيرف. المصل المحترمه الايه؟ البايسبس. بايسبس لانها لها راسين، الشورت هيد بتاعت البايسبس خارجه مع الكراكويد بروسيس، ده الشورت هيد. اللونج هيد بتاعت البايسبس خارجه انسايد ذا جوينت، انسايد الشولدر جوينت، خارجه من السوبيريور جلنويد تيوبريكل، جوه الجوينت ومعديه جوه الجوينت والتندون جوه الجوينت، وبعدين تيجي طالعه لبره اللونج هيد. ولذلك على الجثه بتبان الشورت هيد اطول من مين؟ من اللونج هيد، لان اللونج هيد جزء كبير جدا جوه الجوينت، لكن اللونج هيد. وبعدين تيجي عاملالي البايسبس ماسل، ماسل فيوزي فورم، فيوزي فورم يعني مغطيه كله. وبعدين تيجي رايحه التندون بتاعها
رايح ماسك في الريدياس. الريدياس فيها تيوبروستي اسمه بايسيبيتال تيوبروستي او ريديال تيوبروستي، ماسكه في الريديال تيوبروستي. ريديال تيوبروستي ومش كده وبس، ده لها ابو نيروزس يعني فلات تندون، يجريح ماسك في الديف فاشيا over the medial aspect of the forearm. ده الباي سيبيتال ابونيور. تعرفين يعني ايه ابونيوروزس؟ يعني فلات تندون، بتندون راوندد تروح للتيوبروستي، وفلات تندون تجراح ماسكه في الديف فاشيا over the forearm the biceps brachii، ومصل محترمه وسبلايد بير ماسكول كوتينيوس نير، ومعديه قدام الجوينت دي فعشان كده تعمل فليكشن للشولدر، ومعديه قدام دي فتعمل فليكشن ليه. دي كانت بتعمل فليكشن لدي، ودي كانت بتعمل فليكشن لدي، لكن دي تعمل الاثنين، فليكشن للشولدر وفليكشن للالبو. ولا ينسى ولا يغتفر اذا ذكرت البايسبس براكياي، the main function of it is supination. It is a powerful supinator. وبعدين التاني flexion of the elbow. لكن البراكيالس أول function بتاعتها flexion of the elbow. لكن البايسبس المين أول ما اسمعها supination. تعرفين supination يعني كده، وبرونيشن يعني كده. سوباينيشن لما بتروحوا ايه الحرم. برونيشن لما تاخدوا الفلوس. تمام، هم دول التلاتة ماسلز بتوع الارم، الفليكسورز، بايسبس، براكياي، سوباينيشن، براكياليس دبلي انرفيتد وفليكشن، كراكو براكياليس الحقيره، وكلهم سبلايد باي ذا ماسكولو كوتينيوس نيرف. الماسكولو كوتينيوس نيرف ده برانش من مين؟ لاترال كورد اوف ذا بريكال. ات از ا كونتينيويشن اوف ذا لاترال كورد اوف ذا بريكال بلكسس. على طول هذا النيرف جاي من سيرفايكال 5 و6 و7، جاي هذا من اللاترال كونتينيوشن لاترال كورد، يخترق هذه المصل، ودي لاند مارك بنتريت الكراكو براكيالس مصل. ولذلك لو لقيت نيرف عامل بنتريشن لمصل هنا تبقى دي كراكو براكيالس مصل، وده المصل كوتينيوس نيرف. وبعدين يجي ماشي ما بين البايسبس والبراكيالس هنا، وبعدين يجي طالع كيوتينيوس ويروح لغايه الفور ارم، لغايه البيز اوف ذا ثامب، نهايته لاترال كيوتينيوس نيرف اوف ذا ارم او اوف ذا فور ارم. ده الماسكل كيوتينيوس نيرف بيسبلاي ثلاثه ماسل، وبيدي كيوتينيوس نيرف to supply the skin over the lateral side of the forearm till the base of the thumb. Lateral cutaneous nerve of the forearm. The continuation of the muscular cutaneous nerve. Muscular cutaneous nerve. لو اتعور هذا المuscular cutaneous nerve واتعور في مثلا في الأكزيلا، واحد gun shot أو stab wound يتعور ده اهو، هبص الاقي البايسبس راحت، السوباينيشن بقى سيفيرلي افكتد، البيشنت ويل نوت بي ايبل تو سوباينيت الفور ار. الفليكشن بتاع القلبو افكتد لكن ما بيروحش، لان في مصلز كتيره جدا في الفور ار ماسكه بتعمل فليكشن اوف ذا القلب، لكن السوباينيشن بي سيفيرلي افكتد. كمان لوس اوف سنسيشن اوفر the skin over the lateral aspect of the forearm till the base of the thumb.